اهلا وسهلا بيكم في دنايت اول مام. النهارده هنعمل مع بعض بيض ملون بشوكولاته، حلو كديكور وللاكل كمان. هنبدا اول حاجه بالحشو، هنجيب معلقتين كبار شوكولاته زي النوتيلا او اي ماركه موجوده عندكم، وعليهم معلقتين كبار قشطه او كريمه مخفوقه، ممكن برضو كريمه جبنه. هنقلبهم كويس وهنضيف عليهم اي نوع بسكوت عندنا. انا حطيت هنا اوريو 4 بسكوتات مفتفتين وقلبتهم معاهم. ده كده هيبقى الحشو بتاعنا، تقريبا ده كف 4 أو 5 بيضات، حلو قوي واوفر بكتير من الكيندر سبرايز. هنجيب بقى بيضة كيندر سبرايز تكون فاضية ومغسولة طبعا متنشفة، وشوكولاتة بيضة سايحة، وهنملاها بالطريقة دي كده ونفضي زيادة. دي اول طبقة، هنعمل برضو النص التاني زيها، وهنقعد نعمل يعني اكتر من طبقة لغاية ما نوصل لسمك مناسب عشان ما تبقاش البيضة هشة قوي تتكسر بسهولة. الشوكولاتة البيضة دي ممكن برضو نلونها بألوان زيت اللي هي ألوان خاصة بالشوكولاتة، الألوان اللي احنا عايزينها، ودي اللي انا هستخدمها بعد كده. هنا بساوي الشوكولاتة زيادة بحرف سكينة كده علشان تطلع شكلها مظبوط ويبقى سهل ان احنا نلزقهم في بعض. بعد كده هنا ألوان زيت الشوكولاتة اهي، حطيت نقطتين او ثلاثة بكتير على شوية شوكولاتة بيضة سايحة برضو وقلبتهم كويس. هنا حطيت لون احمر، اداني لون البامبا ده خفيف، لو عايزة احمر احمر بزود النقط شوية. هحطها برضو في القوالب او في البيضة اللي هي بتاعت الكيندر بالطريقة دي كده، نفس طريقة الشوكولاتة البيضة، وبسيبها يا اما تجمد برا يا اما بحطها في الفريزر 5 دقايق بكتير، بتطلع معايا بالطريقة دي بكل سهولة. هنا جبت عود خشب وبدهن بيه الاطراف بالطريقة دي كده عشان الزقهم في بعض، بحط الحشو جواها. بالطريقة دي، وبعدين بقفلهم على بعض برضو بشوكولاتة سايحة، بشوية شوكولاتة سايحة زي كده. دي الطريقة الأولى ان انا بلزق بيها النصين في بعض. عملت حبة بلون أخضر زي كده، نخلي بالنا بس واحنا بنطلعها من القشرة انها بالراحة وهتطلع معنا بكل سهولة في الآخر. جبت هنا طاسة سخنة وحطيتها فيها بالظبط كده زي ما شفتوا ثانيتين عشان بس اساوي الاطراف بتاعت البيضة وفي نفس الوقت تسيح معايا بدل ما ادهنها بالشوكولاتة سايحة. والنص التاني برضه هعمل فيه نفس الطريقة كده ثانيتين بالظبط عشان تسيح الاطراف تتساوى، ولزقتهم بكل سهولة. الطريقة دي اسهل وشكلها الفنش بتاعها احسن بكتير من الطريقة الاولانية اللي هي بتاعت العود الخشب. ده شكلهم بعد ما خلصوا، طعمهم حلو قوي والاطفال بتفرح بيهم، وطبعا اوفر وانضف بكتير من كيندر سبرايز. ده فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، هستنى رايكم في الكومنتس. مرسي.